chote utataka nitakupa. Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu, back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanny Lungu, and on this channel we post reaction videos each and every day. So if there's something that you guys want us to react to, let us know by dropping the link in the comment section below and we'll do it for you. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel, and don't forget to check out our second YouTube channel called Fanny and Jesse 2.0, our podcast Diving In with Fanny and Jesse. You can find us on iTunes, Spotify, Podbean, this channel, or our second YouTube channel for the visual. We've got a Patreon, Fanny and Jesse. Feel free to become members and we'll appreciate. So thank you to everyone that's subscribing, liking, sharing, and doing whatever else you guys are doing. We're very, very grateful. I hope you guys are doing all right and may you stay blessed. So today we're going to be reacting to what is meant by having the best of character. A big shout out to the person that suggested this. So without wasting time, let's get into the video. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. قول هنا أحسن خلقا، ألا تلاحظون أنه ما ذكر الأساس الأعظم من الدين في ظاهر اللفظ؟ ما هو؟ نعم، تقوى الله والإيمان بالله. المهم التوحيد، ما ذكر التوحيد؟ وهل ينفع الخلق الحسن بلا توحيد؟ ما ينفع. كيف يكون الجواب هنا؟ كان خلق القرآن، يقول إذا امتثل القرآن حسن خلقه مع الله ومع الناس، أي مع الخلق. وهذا هو الجواب. نعم، أي المؤمنين أفضل؟ قوله أي المؤمنين للدلالة على أنهم في أصلهم مؤمنون، فنقصهم شيء وهو حسن الخلق، فما بينهم وبين الله قد أدوه، لكن بقي عليهم شيء ألا وهو ما بينهم وبين الخلق. والجواب الثاني أن يقال ذكر الخلق لأن الخلق في أصله ينقسم إلى قسمين: خلق مع الله، خلق مع خلقه. الخلق الذي مع الله أن تشكره إذ خلقك، كما سبق أن ذكرنا هذا ضحى هذا اليوم، أن تشكره إذ خلقك، أن تؤدي إليه حقوقه إذ هو ربك عز وجل، فلا بد لك حينئذ من أن تؤدي له حقوقه التي أصلها إيمان به حق الإيمان، هذا هو الأصل. فلأجل هذا يقول أهل العلم إذا ذكرت الخلق وحدها دخل فيها الإيمان، وإذا ذكر الخلق مع الإيمان كان الإيمان على حدة والخلق على حدة، الاجتماع والافتراق. ولأجل هذا الله تبارك وتعالى قال في نبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو تفسير ابن عباس لهذا؟ ابن عباس فسر الآية تفسيرا لا يعرفه الناس، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: الإسلام. تسمعون الخطباء والوعاظ إذا أرادوا أن ينوهوا بشأن الأخلاق يذكرون الآية ويقصرون فهمها على جانب، ما هو؟ جانب الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، أي متأدب مع خلق الله عز وجل. لكن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه يقول: الإسلام. لماذا قال هذا؟ كان حقيقة يعني دقيقا في قول هذا الإسلام، لأن الإسلام لم يأتي بحق الخلق فقط، الاهتمام بحق الخلق فقط، هذا هو الإسلام النفعي. كالذين يقولون ندرس الإسلام في المدارس لكن يسمونها التربية الإسلامية، ثم يزيدون الوطنية والقومية وكذا، لكن الذي يريد الإسلام الحقيقي غير. هم يقصرون الإسلام على التربية الإسلامية، ثم يأتون فقط بالأحاديث الواردة في حسن الخلق، أي تخلق بين الخلق، ويغفلون عن أعظم خلق الذي هو تخلق العبد مع ربه عز وجل.
ودائما نحن نقول للناس لا تقولوا إن الكفار إن للكفار خلقا عظيما، لأن أعظم الخلق يفقدونه ألا هو التخلق مع الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كما قال الله عز وجل. هم يعرفون نعم الله، أن هذا لو اجتمعوا لأن يخلقوا منه ذرة ما خلقوه ما خلقوها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذباب ما يخلقونه، مع ذلك يتنكرون الخالق ولا يؤدون إليه حقوقه، ولو أدوا الحقوق الكثيرة للخلق فيحمدهم على ذلك الغافل ويغفل عن كونهم لا يعرفون الله ولا حقه. وكان المفروض أن هذا يلزمهم، لأنهم يقومون في كل يوم يرون خير الله عز وجل، ما خلقوا ذرة ماء من السماء، ولا خلقوا ذرة تنبت في الأرض، ولا خلقوا حيوانا يستفاد منه، ما خلقوا تربة ولا شجرة ولا حجرا ولا مدرا ولا نباتا، ما لهم شيء في ذلك، مع ذلك لا يشكرون الله. هذا خلق؟ يجيك واحد يعني سبحان الله العظيم يدخل بيتك ثم يملأ بيتك بالخيرات، ثم يذهب تدخل بيتك تغلق الباب ولا تقول شكرا، يقبل منك هذا؟ هذا مجنون. هذا يأتيك واحد كل صباح يقدم لك رغيفا، خذه تستلمه هكذا وتدخل تغلق الباب، مقبول هذا؟ هذا الله عز وجل المثل الأعلى، يعطيهم في كل يوم لا يعرفون شكره. تقول هؤلاء متخلقون متأدبون، أي خلق هذا؟ لأجل هذا قال ابن عباس وإنك لعلى خلق عظيم، الإسلام عملت الإسلام. والإسلام في الحقوق ذو شقين، حق الخالق الذي هو التوحيد وحق الخلق، تؤدي هذا وتؤدي هذا. ولأجل هذا هنا يكون هذا أحد الجوابين، أحسنهم خلقا أي مع الله ومع خلق الله. Very interesting video. I mean, character means everything in almost every situation. But I'm glad someone is coming out and explaining what character is. How about having some manners? If someone does something for you, just appreciate. First of all, learn to appreciate that God has made it possible for you to see this day. God has made it possible for you to come across this message. God has created you, given you all sorts of things. Everything around us, I feel like we should appreciate, because God has given us those things that are blessings. And then when it comes to people, also be thankful that you have all these people around you. You just can't be, you just can't have a good character when it comes to religious matters. Like when it comes to God, you're number one. With being good, being what, it's like how you think you can be bad the entire week, but when it's Sunday and you have to go to church, you're the holiest. But Monday comes, you're back to shouting at people, mistreating people, doing all sorts of things in this world, which shouldn't be the case. Have the same character you present when you're talking to God or when you're in the presence of God, and apply that to when you're around other people as well. Having a good character will make people listen to you when you want to say something. Having a good character will make people respect you. Otherwise, this was very straightforward and interesting. A big shout out to the person that suggested this. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.